كنظن اي بنت كتكون من الصغر عندها ميول للميك اب، وانا كنت بحال هكاك من الصغر، عندي كيعجبني الميك اب، كيعجبني نمشي مره نحط غوج عليف. داكور. ملي كبرت زدت عجبني اكثر وطورت اكيد الموهبه ديالي. انا صراحه ما كنتفارقوش ديما مع بعضياتنا، اكيد كاي خواتات جو بونس. ما كتخاصموش؟ ضروري. كاين شي خواتات ما كيتخاصموش، لا ضروري من المخاصمات. بصراحه كلشي اكثر حاجه الطيبوبه ديالها، الطيبه ديال القلب ديالها فريمون اللي ولات ناقصه في هذا الوقت. بصراحه سلمى عاوناتني بزاف ودعماتني، ومن هذا المنبر كنشكرها بزاف على الدعم ديالها ليا. الله يخليك ليا. ديما كتقول لنا اهم حاجه، كتقول لنا سيروا الله يرضي عليكم والله يبعد عليكم ولاد الحرام كاي ام. والنصيحه اللي كتوجه لنا هي اننا نبقاو كيف ما حنايا، ما نصنعوش شي حاجه اللي ما فيناش. ان شاء الله نكون زدت بزاف في الميك اب ان شاء الله. تكوني خبيره التجميل معروفه ان شاء الله. اكيد ان شاء الله اكيد بغيت نشوفها ديما من الفوق لفوق، وتكون ديما ان شاء الله في صوره حسنه وجيده، وتبقى ديما كيف ما بغيناها تكون.